ويندو بيوتي لليوم بيستضيف ديفا هير مع حنان بكداش مديرة بديفا هير، رح تخبرنا عن البرودكتس يلي موجودين عندها، وطبعا على سايت windowbeauty.com فيكم تشوفوا تفاصيل اكثر عن ديفا هير واي شيء انتم بحاجه له بعالم التجميل. اهلا وسهلا فيك حنان. هاي كاتيا. برودكتس كثير حلوه من ديفا هير عم نتعرف عليها تباعا ببرنامجنا اليوم. جبتي لنا ماشين معك على استوديو. مزبوط. حكينا عنها الاسبوع الماضي او المره الماضيه، واليوم رح نشوفها لايف بالاستوديو. مزبوط. خلينا شوي. هيدي الماشين للكيراتين تريتمنت، بتشيل كل الدخنه وكل الريحه البشعه اللي بتطلع هو والكوافير عم يعملوا الكيراتين. بتعرفي على طول محل ما بنعمل كيراتين بيكون اوضه مسكره او صالون صغير، سو حلت مشكله الدخنه اللي بتطلع من الكيراتين. ما بيعود الزبونه او الكوافير يتحسس، ما بيعود بيحرقون عيونهم، ما في داعي بقى يحطوا كمامه، كل هيدا القصص حلت المشكله. نحن كمان نشوف كنا شفنا بالفيديو كيف هالماشين هي نفسها عم تعمل الكيراتين وعم تسحب الدخنه بنفس الوقت. هي هوفر والبيلت ان بيجي بقلبها الفلات ايرون، وهلا موجوده معنا بالاستوديو رح نشوفها كمان لايف بالاستوديو. طبعا البرودكت اللي بيستعملوا كمان مهمين لحتى لي كمان يكونوا صحيه. صح، عندنا نحن الكيراتين باي مارسيا كيراتين تريتمنت. عندنا نوعين من الكيراتين، بروفيشنال الكيراتين هو بروفيشنال يوز. عندنا نوعين منه، نوع اللي بيجي لتمليس الشعر 100% ونوع بيجي بس لمعالجه الشعر ونعطيه لمعه ونشيل النفشه. سو شو المره السيده بتطلب تعمل بشعرها تملسوا، عنا البرودوي الخاص له، بدها تعالجه بس وتشيل النفشه وتعطيه لمعيه، كمان عنا البرودوي الخاص له. كنا عم نشوف على كل حال برودكتس كمان يحني بالاستوديو. هون اذا حكينا كيراتين ممكن كمان رجال لنا يستفيدوا كمان. صح. مش ضروري بس النساء، ولكن كنا كمان هون عم نشوف كمان الفيديو والماشين الجديده. هذا التراديشنال الفلات ايرون اللي كلياتنا بنستعمله من مايلي، ومن مايلي الفيوم ايرون ماشين يلي بتسحب كل الدخنة هو والكوافير عم يعمل كيراتين. هو هيك طبيعي، هيك لما بنعمل كيراتين هيك الدخنة بتكون. نعم. ولما بنستعمل الفلات ايرون هيك بتكون. والنتيجة هي نفسها، هي نفسها، والفير هو نفسه، ودرجة الحرارة هي نفسها. ما رح يعني ينقص شيء على نتيجة الكيراتين؟ لا بالعكس، عم نشيل الانزعاج اللي المرأة بتحسه وقت لما بتكون عم تعمل كيراتين. وهون الكيراتين كمان في برودكتس بيستعمل قبله وبعده ولا؟ الكيراتين مارسيا كيراتين بس بنعمله، ما في شيء بنستعمله من بعد مارسيا كيراتين، هيدا اللي بيميز نورمال كتير وكتير سريع، يعني بس بنعمل التريتمنت وهيدا هي بضاينا على 4 أشهر لست أشهر تقريبا. حسب هي قديش عم تعتني بشعرها. لما بيرجع بينعمل الكيراتين مره ثانيه بينعمل على الطول يلي يعني مطرح ما طول الشعر، ولا بيرجع بينعمل على كل الشعر؟ هلا هيدي ديبند السيده شو بدها، بس هو اجمالا يلي بيعمل كيراتين على طول ببين الفرق من قدام، لانه بتعرفي الشعر عم يطول، فعلى طول بيرجعوا بيعملوا رتوش مثل اذا بدك تقليها لقدام بس للغره محل ما طول عنه الكيراتين. هذا اللي مطلوب. طبعا برودكتس ثانيه موجوده بديفا هير بدنا نحكي عنها اليوم. صح، عنا اليوم برودوي وان شاء الله حنحكي عنه بحلقات جايه مخصصه لها. هو برودكت جديد حصلت عليه شركه ديفا هير، برودكت ثوري لتوقيف هر الشعر. عنا بالشركه حنقدم نحن خدمه، بتجي السيده اللي عندها مشاكل تساقط شعر، قد ما كان مشكله تساقط الشعر مستعصية عندها نتيجة أمراض أو نتيجة مي أو نتيجة بتعرفي عوامل بيئية لعبانة بشعرها كتير وهيك، هيدا البرودوي قادر يوقف لها هر الشعر دغري، يعني بنفس هن تقريبا 3 سيشن بحاجة تجي السيدة على عنا، وكل سيشن 2 ستيب بتاخد 15 مينت، بس من اول مره بتجي لعنا بتلاقي دغري نتيجه ثاني يوم انه شعرها وقف هر تقريبا 90%. وحلقه ثانيه حنشوف اكثر صور، حنشوف اكثر معنا دكتور حيطلع يحكي عنه صحيا او تقنيا كيف بيوقف هر الشعر. ولكن هل مزين الشعر هو اللي رح يشتغل بهال؟ لا مش لا، هو اجمالا حيكون عندنا بالشركه، شركه ديفا هير حتكون متخصصه اوكي
بهيدي السيرفيس يعني بدقوا الشيء طبي مزبوط بدقوا الكلاينتس بياخذوا موعد وبيجوا بيعملوا عندنا بالشركه وتو سيشنز اني كفيلين بانه يغيروا الوضع مزبوط يغيروا الوضع يعني 100% كنا عم نشوف كمان بعض البرودكتس اللي موجودين بديفا هير مثل الشوكليت تريتمنت وغيرهم صح الشوكليت تريتمنت هو لشعر كثير فريزي شعر كثير كيرلي بملسه 100% السوفت تريتمنت او الاوريجينال تريتمنت هن لفاين هير شعر منه هالقد كيرلي منه هالقد فريزي بس بنفس الوقت بدنا نعالجه نعطيه لمعه نعطيه نشيل منه النفشه والنوبره المزعجه اللي ما بتحبها السيده وكمان اللون اللي بنخاف يتأثر بالكيراتين هون ما في أي مشكلة على اللون فيها السيدة تصبغ وتعمل كيراتين أو فيها تعمل كيراتين وتصبغ ما في أي مشكلة ما بيتغير أبداً أبداً اللون هون كمان عم نشوف بقية هاي المجموعة الكاملة الأفتر كير تاعت الكيراتين تعرفي الشامبو والكونديشنر هو بيكونوا ما فيهم سلفيت ما فيهم بارابين في بقلبهم كيراتين بيساعدوا السيدة إنه الكيراتين يضينا أكتر ضينا أكتر صح هذا السوفت تريتمنت ما فيه 100% فورمالدهايد فري ما في بقلبه فورمالدهايد يعني ما اي سيده بريجننت اي سيده عندها امراض اي سيده عندها الرجي فيها تستعمله فيري سيف وبدي اذكر انه مارسيا كيراتين تريتمنت هو ميد ان يو اس اي برودكتس عديده لكن وعم نشوف كمان الارقام بمختلف الدول العربيه صح. مع تذكير انه رح تكونوا كمان بالمملكه العربيه السعوديه قريبا صح عندنا معرض هو اول معرض حينعمل بالمملكه العربيه السعوديه بجده تحديدا من 24 تشرين الثاني ل 27 تشرين الثاني رح يتضمن شو؟ حيتضمن عرض على البرودوي وديمونستريشن كمان ديفا هير بتعمل وركشوبس للتقنيين بنعمل صح للماشينز للبرودكت يلي عم يكونوا كثير يعني سبيشلايز وهيك عندكم يعني بيقدروا انه يكونوا متخصصين وعارفين حالهم بالتحديد لاي شعر لازم يكون عندهم اي تريتمنت صح نحن كل اللي بيتوجهوا لعنا بنعطيهم مثل تريننج صغير ليقدروا يعرفوا اي برودوي بدهم يختاروا بس هودي كلهم بروفيشنال يوز بروفيشنال يوز صح مش للاستعمال اليوم لا عم نحكي بس على بروفيشنال يوز الكوافير بيقدر يستعمله بينما حتى البرودوي الجديد اللي حنحكي عنه بعدين تعول تساقط الشعر كمان هو بروفيشنال يوز السيده ما فيها تعمله لحالها بالبيت بتتوجه لعنا ونحن بنهتم فيها بس كمان طبعا هون اذا عم نحكي عن تساقط الشعر رح يكون في انه بتو سيشنز يكون عم تلاقي حل يعني شغله كثير مهمه صح ولكن اكيد رح نحكي لنا عن هالموضوع بحلقه ثانيه ولكن في اختصاصيين واطباء رح يكونوا صح اكيد رح يشرحوا عن الموضوع اكثر لانه بتعرفي انا مني دكتوره فما بعرف في قصص معينه لازم دكتور يحكي عنها فبحلقه ثانيه من الدكتور المختص بالموضوع بيطلع بيحكي صحيا كيف البرودوي بيشتغل مع العلم انه الكيراتين على القليله من ديفا هير اكيد ما بيسبب بتساقط الشعر بالعكس لانه اول شيء يعني ما في بقلبه فورمالدهايد والكيراتين مارسيا بالعكس بيساعد اذا السيده عم يهر شعرها او سيده متقصف شعرها بيساعد انه يصلح ليه حنان بكدش اهلا وسهلا فيك عم نشوف اكيد الفروع بمختلف الدول العربيه وكمان ارقام التليفون كنا عم نشوفها قبل شوي بمختلف الدول العربيه على سايت windowbeauty.com أكيد فينا نرجع نشوف كل المعلومات عن ديفا هير أو عن أي شيء نحن بحاجة له بعالم التجميل أهلا وسهلا فيك Thank you. لحظات ومنتابع ألايف منتابع مع كلينيك بكلينيك اليوم رح نحكي عن السكري واليوم هو اليوم العالمي للوقاية من السكري فخليكم معنا